بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون والله الخالق المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله
صدق رسوله النبي الكريم الأمين.